موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تخصيص سورة في القرآن تسمى سورة النساء وذكر أحكام النساء فيها تفصيلا يدل على منزلة المرأة في الإسلام، ويدل على أن هذا جزء من العبودية، التعبد لله سبحانه وتعالى بما شرع من أحكام في أمر النساء. ولا شك أن قضية المرأة من أعظم القضايا خطورة في واقعنا المعاصر، لأن أعداء الإسلام قد جعلوا نصب أعينهم تغيير واقع المجتمعات المسلمة إلى ما يوافق أهواءهم في قضية المرأة، وفي قضية العلاقة بين الرجل والمرأة، وفي قضية الأسرة، وفي قضية الميراث، وفي قضية التعدد، وفي قضايا الطلاق، ويعني هناك قضايا كثيرة يريدون تغييرها. ووالله إن هذا الأمر ليس من أجل حرصهم على المرأة، فإن هذا الأمر غاية في الظهور. هل ترون المذكرة المقدمة من منظمات حقوق الإنسان تقول أنه لا يزال التعدد موجودا ومسموح به قانونا في مصر، ولا بد من مواصلة الجهود نحو منع التعدد؟ ده لسه البتاعة دي معمولة من حوالي أسبوعين ثلاثة ولا حاجة. فهذا الأمر يعني هل هم فعلا يعني يمنعون تعدد المعاشرين للمرأة الواحدة؟ طب أيهما أكثر عدالة مع المرأة؟ أولا القضية دي من الناحية الشرعية قضية مفروغ منها، لأن نص القرآن الذي ينكر التعدد كافر. الكلام كله حول تحريف المبطلين، حول تحريف المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، اللي بيقولوا ان التعدد ظلم او انه لا يمكن العدل، كأن ربنا علق الامر على مستحيل، وده كلام باطل، فانه جعل الامر كما ذكر سبحانه وتعالى مبنيا على خوف عدم العدل، فالذي منع منه سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم. يبقى الامر ده مرد الى الزوج ليس الى ضرورة، وانما قال ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. كيف يمكن ان يكون هذا الامر مستحيلا، ان العدل مش ممكن؟ لان ربنا قال ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء في الميل القلبي وفي الحب والجماع ونحو ذلك، وانما الواجب القسم والعدل في النفقة، والعدل دائما ليس المساواة. الغرض المقصود ان من خاف على نفسه الا يعدل بألا يقسم او لا ينفق كما يفعل كثير من الناس للأسف، انه يميل كل الميل فيذرها كالمعلقة لا ذات زوج ولا مطلقة. نقول هذا الامر، هل ايهما ارفق بالمرأة، ان تكون صاحبة حق في زوج ونفقة ومبيت وحسن عشرة وإلزام بالنفقة على الأولاد،
أم تكون كما هو الواقع في أوروبا عشرات المعاشرين لها ليس أمرا ممنوعا. لو عائلة وهي عايزة 10 خلاص ماشي، بس كل واحد منهم لا يتحمل المسؤولية، وكل منهم يمكن أن يفارقها في أي وقت، ولا يتحمل الأولاد ولا يثبت الأولاد في النسب، ولا دخل يعني له بأي لوازم من لوازم الأسرة. أي الأمرين أرفق بالمرأة وأصلح لها، تعدد المعاشرين في الحرام أم تعدد الأزواج؟ هم لم يمنعوا التعدد في من يعاشرها في الحرام وفي الزنا، بل يرون ذلك أمرا جائزا ومش مخالف لحقوق الإنسان. للأسف أن القضية دي دخلت إلى بلاد المسلمين كقضية من قضايا حقوق المرأة، ومحاولات يعني مستميتة من ضمن ذلك القانون الذي جعل مجرد الاقتران بأخرى يعد ضررا، من حقها أن تطلب الطلاق، وهذا كلام باطل اتفاقا. لم يسمح الشرع بالضرر، لأن الله عز وجل حرم الإضرار بالمرأة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، فكيف يكون مشروعا أن يعني شيئا يشرعه الله يكون ضررا طالما قد أذن الله فيه فليس ضررا. أيوة أن المرأة ممكن تبقى عندها ضيق أو عندها يعني نوع من الغيرة من الضرائر، ده أمر طبيعي وفطري، لكنه ليس ضررا معتبرا. يعني في حاجة اسمها أذى أو يعني وجود غير تضييق المرأة أن يتزوج زوجها عليها، وبين أن يكون هذا ضررا معتبرا شرعا يحق لها أن تطالب بالطلاق من أجله، إلا أن تشترط، فإن الوفاء بالشرط واجب، وهذا لا يلزم منه أن يكون ضررا. الغرض المقصود أن هذه أحد المسائل المهمة في قضية المرأة، وكذلك قضية القوامة وقضية الولاية التي دلت عليها سورة البقرة من قوله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فلو كان الرجل لا يكون يعني لا يملك على يعني وليته على ابنته أو أخته أمر الولاية فلا معنى للعضل الذي نهى عنه الشرع والذي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان بغير حق مسخطا للولاية ترفع المرأة شأنها للسلطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يبقى اللي هيعضل دون وجه حق يبقى هو ساقط الولاية، وفي هذه الحالة السلطان يتولى الولاية، وإذا غاب السلطان يتولى ذلك العلماء، وإن لم يوجد العلماء يتولاه عدل من المسلمين، بحيث تأخذ المرأة حقها إذا تقدم لها كفؤ لها وهي تريد، والكفاءة في الدين والحرية، ورضيت بأي مهر ترضى به، فليس للولي حق في المهر حتى يتدخل في ذلك. الغرض المقصود أن دراسة هذه الأبواب ودراسة تفسير الآيات ومعرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بها قد أصبحت يعني هي في الأصل فرض كفاية وتتعين على من تعامل بها، لكن لكثرة المشاكل ولكثرة وقائع الطلاق والخلع أصبح فرضا عينيا على الكثيرين والكثيرات، حتى لا يتبع الناس أهواءهم في استعمال هذه القوانين المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى ولو بالتأويل. ولكن ده حقيقة يعني المقارنة ما بين النظم الغربية
في حق المرأة وما بين النظام الإسلامي يؤكد لنا أن الإسلام بالفعل حرص على مصلحة المرأة وحرص على يعني تكريمها، وليس كما يزعمون إهانتها وتنقصها. وأحكام المواريث أيضا أحكام قطعية، والمحاولات الدؤوبة لمساواة المرأة بالرجل في الميراث وعدم العمل بالآية للذكر مثل حظ الأنثيين يؤكد لنا ضرورة دراسة والتعلم وتعليم أبنائنا وبناتنا هذه الأحكام تفصيلا حتى تظل معلومة من الدين بالضرورة، فإن التجهيل ثم التبديل والتغيير سلوك معروف من أعداء هذه الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لفظة أنا أخطأت فيها، تعدد المعاشرين لها أم تعدد الزوجات؟ يعني هي بتبقى، أنا قلت تعدد الأزواج ده خطأ، أم تعدد الزوجات؟ لأن هو في الحقيقة هي بتبقى عارفة أن زوجها ده بيعاشر ناس نساء أخريات وإيه وسكت وراضية، المهم يكون معاها وده معروف تماما يعني، ولكن يرون تعدد الزوجات هو المنكر.